السلام عليكم يا شباب، درس جديد النهارده ان شاء الله، وهنتكلم باذن الله على المحاصيل الزراعيه في ارض الوطن العربي. خليني احكي لحضرتك واقول لك ان فكره المناخ عندنا المتنوع في ارض الوطن العربي سمح بفكره تنوع المحاصيل الزراعيه. يعني قال يا جماعه نتيجه لتنوع المناخ او اختلاف المناخ عندي خلى في عندي محاصيل زراعيه كتير، وبالتالي ده سهل معايا عمليه التكامل والتبادل التجاري بين اراضي الوطن العربي. طيب تعال نسمي الله كده ونتكلم على اول انواع المحاصيل اللي موجوده معاك في ارض الوطن العربي. اول نوع من المحاصيل يا شباب اسمه الحبوب الغذائيه، وباين كده من اسمه ان ده اللي هيعتمد عليه الانسان في غذائه، زي القمح، الشعير، الذره الرفيعه والذره العاديه والرز كمان. عندنا كمان يا شباب بعض المحاصيل الصناعيه، وباين من اسمها ان اللي بتخش في عمليه الصناعه، زي القطن، زي الكبتان، زي قصب السكر والبن، دي بنعتبرها من المحاصيل التجاريه البن. عندنا كمان يا جماعه بعض الاشجار المثمره والفواكه، زي التمر او البلح او الموالح او الزيتون والعنب. تعال نسمي الله ونتنقل مع بعض للسلايد الثالث ونشوف مع بعض. هنلاقي خريطه كده بتوضح لحضرتك اهم مناطق انتاج الحبوب في ارض الوطن العربي. نتنقل للسلايد الرابع ونسمي الله ونبدا بالحبوب الغذائيه في ارض الوطن العربي. قال يا شباب خليني احكي لحضرتك كده واقول لك ان مصر بتعتبر من اولى دول الوطن العربي في انتاج الحبوب الغذائيه. وخليني كمان اقول لك ان 75% من مساحه الاراضي المزروعه في ارض الوطن العربي مزروعه بالحبوب الغذائيه. تعالى نسمي الله ونبدا مع اول محصول من المحاصيل الغذائيه وهو القمح. بنسميه يا شباب باسم سنابل الخيل. بيعتبر من اهم المحاصيل الغذائيه في معظم الدول العربيه. طب ايه هي اهم شروط زراعته؟ محتاج ايه عشان ينمو؟ اولا هو محصول شتوي فبيحتاج درجه حراره معتدله. بيحتاج تربه خصبه جيده الصرف. طب مين اهم الدول العربيه المنتجه ليه؟ هنلاقي في المقام الاول مصر، ثم المغرب، ثم سوريا. نتنقل للمحصول اللي بعده، محصول الشعير. قال يا شباب الشعير هو محصول شتوي لكن بيتزرع في التربه التي لا تصلح لزراعه القمح. زي ما حضرتك شفت من شويه كده ان القمح محتاج شروط معينه جدا لزراعته، زي ان التربه تكون خصبه وجيده الصرف. في نفس الوقت محتاج جو معتدل. لكن الشعير معانا يا شباب بيستحمل فقر التربه، بمعنى انها مش شرط انها تكون خصبه قوي يعني. بيحتمل الجفاف لفترات طويله، يعني بيحتمل قله الميه بشكل كبير. يبقى اسمع السؤال تاني، بما تفسر يزرع الشعير في الاراضي التي لا تصلح لزراعه القمح بسبب تحمله الجفاف وتحمله قله خصوبه التربه. طب مين هي اهم الدول المنتجه ليه؟ في المقام الاول هنلاقي المغرب هي اول دوله منتجه لمحصول الشعير. تاني محصول غذائي يا جماعه هنتكلم عنه هو الذره الشماليه، ده عباره عن محصول صيفي. مين اول الدول العربيه المنتجه ليه؟ مصر ثم المغرب. اما الذره الرفيعه فهو برضه محصول صيفي. من اهم الدول المنتجه ليه دوله السودان قبل تقسيمها، بتعتبر اكبر الدول المنتجه للذرة الرفيعة، بتليها مصر. أما الرز بقى يا شباب فهو برضه محصول صيفي. بيعتبر أقل الحبوب الغذائية انتشارًا في أرض الوطن العربي، بما تفسر ليه؟ إشمعنى الرز ده تحديدًا أقل محصول بيتم إنتاجه في أرض الوطن العربي؟ قال يا شباب لأن شروط زراعته رخمة جدًا. اللي هي إيه بقى؟ قال لي أولًا هو بيحتاج درجة حرارة مرتفعة، بيحتاج ميه وفيره بشكل كبير جدا، بيحتاج تربه طينيه ثقيله، يعني تربه كده متماسكه شديده التماسك، المسام فيها قليله جدا. طب الشروط بتتوافر فين؟ بتتوافر في دولتين بس، مصر والعراق. قال لي علشان كده يا شباب اولى الدول العربيه المنتجه لمحصول الرز هي مصر، تليها دوله العراق. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد الخامس ونشوف مع بعض المحاصيل الصناعية والتجارية، يعني المحاصيل اللي بتخش في عمليات الصناعة واللي كمان بنقدر نتاجر بيها. قال لي يا جماعة زي مثلا قصب السكر، زي البنجر، زي البن، زي القطن. تعال نسمي الله ونتكلم عن أول محصول وهو قصب السكر.
ده عباره عن محصول صيفي، في نفس الوقت هو بيحتاج درجه حراره عاليه، بيحتاج ميه وفيره، وبيحتاج جو مشمس معظم ايام السنه. ايه بقى اهم الصناعات اللي بتقوم عليه؟ قال لي طبعا من عصارته بيتم استخراج السكر، اما باقي المنتج بقى نفسه بيتم من خلال تصنيع الاوراق والاخشاب، ورق وخشب يعني. طيب نتكلم مع بعض يا جماعه ونشوف مين هي اهم الدول المنتجه ليه. مصر بتليها دوله السودان. اما بنجر السكر بقى فده محصول شتوي، بيحتاج درجه حراره معتدله بشكل كبير، وبيتزرع في المناطق الشماليه في ارض الوطن العربي. بصنع من عصارته السكر والباقي منه بنصنعه كاعلاف للحيوانات. مين اهم الدول العربيه المنتجه؟ اول دوله مصر، تليها المغرب. تعالوا نشوف يا شباب القطن. قال لي القطن ده يا جماعه بيعتبر اهم المحاصيل المنتجه للالياف، يعني بتقوم عليه صناعه الغزل والنسيج. محصول صيفي بيحتاج درجه حراره عاليه، تربه خصبه، وميه وفيره. مين اهم الدول العربيه في الانتاج؟ مصر، ثم السودان، ثم سوريا، ثم المغرب. تعالوا نشوف البن يا جماعه. قال لي ده محصول صيفي، بيحتاج درجة حرارة عالية، بيحتاج مية وفيرة، بيحتاج تربة خصبة، وبيعتمد على مية الأمطار بشكل كبير جدا، لأن بيتزرع عندنا في جنوب الوطن العربي في المنطقة المدنية اللي أمطارها في فصل الصيف. طيب، قال يا شباب وده بيعتبر من أهم المحاصيل اللي بتخش في عملية التجارة الدولية. نتكلم مع بعض يا شباب السلايد السادس ونشوف مع بعض كده خريطة لأهم الدول العربية المنتجة للبن. او المنتجه اسف للمحاصيل الصناعيه والتجاريه زي ما حضرتك شايفه كده. نتكلم مع بعض اشتغل السلايد الاخير او السلايد السابع ونشوف الاشجار المثمره والفواكه في السلايد السابع. قال يا جماعه التمر او تمر النخيل هنلاقي ان اراضي الوطن العربي تقريبا كده بتضم حوالي 90% من اشجار النخيل في العالم. قال يا جماعه عشان كده احنا بنحتل تقريبا المركز الاول في انتاج التمور على مستوى العالم. طيب قال لي يا شباب وهنلاقي دوله العراق بتعتبر اول دوله عربيه منتجه للتمور. نتنقل ونشوف العنب الكروم. قال لي يا شباب ده بتتركز زراعته تحديدا على سطوح المرتفعات يعني في المناطق الجبليه. بتحتل دوله المغرب العربي المرتبه الاولى في انتاجه، ثم اللي هم المغرب والجزائر وتونس. اما الموالح بقى يا شباب فتقريبا كده هنلاقي ان الوطن العربي تقريبا بيساهم بحوالي 10% من الانتاج العالمي للموالح، واول دوله عربيه منتجه هي دوله فلسطين. الزيتون قال لي بقى يا شباب بتنتشر زراعته عندنا في المناطق تحديدا المناطق المطله على سواحل البحر المتوسط. ودوله المغرب العربي او دول المغرب العربي بشكل عام بتعتبر اولى الدول العربيه في انتاج الزيتون. كده خلص الدرس بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله.